أهلا بكم مشاهدينا في المهجر وفي ملفاتنا لهذا اليوم. خبراء ومنظمات حقوقية يحذرون من إغلاق صربيا لمراكز استقبال المهاجرين على طريق البلقان، لأن ذلك سيعرضهم لخطر العنف وسيطرة عصابات التهريب. يجب أن يكونوا من حاملي بطاقة لجوء أو ما يعرف بالكرت الأصفر حتى يسجلون بالمدارس الحكومية. إجراءات جديدة في مصر تستهدف الطلاب السوريين، والتي من الممكن أن تحرم كثيرا منهم من التعليم بالمدارس الحكومية، في حين الخاصة تتطلب إقامة سارية وتكاليف مالية ليست باستطاعة كثيرين. يستقبل السوريين والأتراك مركز طبي في مدينة أورفا، افتتحه أطباء أسنان سوريين تمكنوا من تعديل شهاداتهم الجامعية. كيفية تعديل الشهادات الجامعية في تركيا والصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك سنناقشها في ملفنا الأخير. حذر خبراء ومنظمات حقوقية تعنى باللاجئين من إغلاق صربيا لثلاثة مراكز استقبال مهاجرين على حدودها مع كرواتيا وبلغاريا ورومانيا. وقالت المنظمات إن القرار الصربي سيدفع المهاجرين إلى اتخاذ مسارات صعبة تعرضهم لخطر العنف وسيطرة عصابات التهريب. على الرغم من أن صربيا ليست وجهة مفضلة للاجئين، فلا تتواجد فيها المساعدات ولا ميزات اللجوء المطلوبة لبدء حياة جديدة، إلا أن موقعها الجغرافي في جنوب شرق أوروبا جعل منها طريقا يكاد يكون إجباريا لعبور اللاجئين القادمين من الشرق إلى غرب القارة العجوز، والتي يسميها البعض جنة أوروبا. الحكومة التي يتهم متنفذون فيها بالتواطؤ مع مهربي البشر لتحقيق مكاسب مشتركة من عبور اللاجئين، بدأت هذا الشهر بإغلاق ما لا يقل عن ثلاثة مراكز استقبال لاجئين على الحدود مع كرواتيا وبلغاريا ورومانيا، في خطوة تهدف وفق منظمات إنسانية إلى تشكيل استراتيجية تمنع المهاجرين من دخول البلاد. هذه المراكز، وعلى الرغم من أنها سيئة السمعة ويصفها بعض اللاجئين بأنها غير مخصصة للبشر، إلا أنها تبقى أفضل من الطرق الأخرى، والتي سيجبر إغلاقها وفق مراقبين اللاجئين إلى التوجه إلى الطرق التي يسيطر عليها المهربون من أجل الوصول إلى الغرب الأوروبي. طرق المهربين التي تسجل بشكل مستمر حالات وفاة بين المهاجرين، فوفق تقارير لمنظمة نو نيم كيتشن، فإن الحدود بين صربيا والمجر مثلا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة المنظمة، حيث تتنافس عصابات التهريب للسيطرة على طرق الهجرة من أجل تحقيق المرابح بغض النظر عن حياة اللاجئين. منظمات حقوقية تعنى باللجوء أكدت أن الخطوة الصربية لن توقف حركة العبور، بل إنها ستتسبب بنتائج كارثية. فوفق مدير مركز حماية اللاجئين في صربيا، سيسلم ملف اللجوء عاجلاً أو آجلاً للمهربين، ما يعني أنهم سيستنفذون مالياً وسيتعرضون لخطر الحوادث المرورية والاشتباكات مع المهربين، كما أنهم سيكونون عرضة للظروف الجوية القاسية، ما يجعل من الصعب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أسامة بشير الكاتب والمحلل السياسي من بورغاس ببلغاريا. مرحبا بك سيد أسامة. يعني بداية، ما هي أهم الأسباب التي دفعت صربيا لإغلاق هذه المراكز، وما هي هذه الاستراتيجية التي يعني تدفعهم لمنع دخول اللاجئين أو البقاء في هذه المراكز ريثما يدخلون إلى دول الاتحاد الأوروبي؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. الحقيقة إغلاق هذه المراكز هي لن تكون مراكز يعني لإيواء اللاجئين بقدر ما هي مراكز احتجاز، فهي لا تتوفر بها أي مقومات صحية أو حقوقية إنسانية أو أي شيء من هذا، هي مراكز احتجاز لا أكثر. أضف إلى ذلك إغلاقها أو فتحها يعني لن يخفف ولن يقدم أي شيء لموضوع اللاجئين. يعني إغلاقها هل سيؤثر، هل إغلاقها هل سيمنع اللجوء؟ لا أبدا، شبكات اللجوء هي أقوى من هذه المنظمات وأقوى من كل شيء. شبكات اللجوء، شبكات التهريب موجودة وهي قوية ومنظمة وتعمل ومسلحة أيضا. وعلى حدود صربيا تعتبر أكبر عصابة وأكبر شبكة موجودة هناك. نعم. هي يعمل بها مغربيون. ألا تعلم الحكومة الصربية سيد أسامة أن هذه العصابات، عصابات التهريب، يعني لن يوقفها إغلاق المراكز، وبالتالي هي تعرض المهاجرين إلى خطر أكبر؟ هي تعلم تماما، وقد قامت بحملة كبيرة منذ فترة شارك بها أكثر من 800 ضابط لهذه الحملة، لكن لم يستفيدوا شيء. فشبكات التهريب مرتبطة بمسؤولين ومرتبطة بعناصر وضباط من الشرطة، فالجميع يستفيد. يعني الآن تحول، يعني التهريب تحول من مشكلة غير قانونية إلى أصبحت تضخ أموال قانونية. يعني نرى أن المحامي أصبح له عمل بهذا الموضوع. التاجر أصبح له عمل بهذا الموضوع، المترجم أصبح له عمل، والجميع يستفيد من هذا الموضوع التهريب. نعم، إذن هذه الشبكات لم تعد تقتصر على المهربين، وهذه يعني الشبكات المعنية بهذا الموضوع، وحسب كلامك أن هذا الموضوع تجاوزه إلى ضباط فاسدين في الحدود أو ربما محامين يعني يستفيدون، وأصبح الموضوع يعني واسع جدا ومتشعب جدا. المحامون والقضاة لا علاقة لهم به، لكن عندما يلقى القبض على مهرب يتحول إلى القضاء فيحتاج إلى محامي دفاع عنه. هنا الأمر. نعم. لذلك أصبحت شبكة شبه منظمة. يعني المهرب هو غير قانوني، لكن عندما يقبض عليه تأتي أموال قانونية للمترجم وللمحامي وللجميع. نعم. عفوا. يعني هي عملية اقتصادية من التهريب يستفيد منها الجميع، هي غير قانونية لكن تقونا من خلال من يستفيدون منها. لكن الآن يعني سيد أسامة، هذه العصابات التي هي تقوم بالتهريب الآن أصبح بيدها يعني أرواح الناس، ونحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة يتعرض لها المهاجرون بهذه الطريقة، منها موضوع مثلا الخطف أو السلب أو يعني التحرش إذا كان هناك نساء، إضافة إلى موضوع الإتجار بالأعضاء الذي نسمع عنه كثيرا في الفترة الأخيرة، يعني من يتم خطفهم من قبل هذه العصابات. يعني هذه المشاكل جميعها، من بالدرجة الأولى يتحمل المسؤولية؟ الحقيقة يعني من يتحمل مسؤولية هذه الأمور، يعني يجب أن تكون هناك دخول قانوني. يجب أن يكون دخول قانوني لهؤلاء اللاجئين، لكن المشكلة أن لا أحد يستطيع الوصول إلى الحدود، لأن كل حدود دولة هناك مركز للصليب الأحمر، فإذا قدم أوراقه إلى الصليب الأحمر طالبا اللجوء يسمح له ويتقبلونه. لكن الأمر هنا أخطر من ذلك، أن الجميع لا صعب إليهم الوصول إلى الحدود، لذلك يعتمد على المهربين. أضف إلى ذلك نقطة مهمة، عندما يصل إلى الحدود حتى في بلغاريا
والدول الأخرى وصربيا. لا يقول أنا طالب اللجوء في بلغاريا أو في صربيا. نعم. لا يطلب اللجوء في تلك الدول. طيب وإنما بالتأكيد هي دول عبور. هي دول عبور. يعني صحيح هي دول عبور. ويعني من يذهب بهذه الطرق الغير شرعية مجبرا على خوض هذه الرحلة التي ربما يعني يتعرض المهاجر من خلالها للكثير من الأخطار. الجميع يعلم أن هذه الدول هي ليست دول لجوء. طالما هي ليست دول لجوء وهذه الدول فقط هي مناطق عبور، لماذا كل هذه الإجراءات والتشديدات طالما أن هناك دول تقبل اللاجئين الآن؟ لا هي 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 تقبل اللجوء، تقبل اللجوء. نعم نعم أنا أقصد أن لا أحد من المهاجرين يرغب أن يبقى في تلك الدول الحدودية، لأن نعلم الموضوع الوضع الاقتصادي، ومن يهاجر يرغب ويتطلع دائما في دول الاتحاد الأوروبي إلى الدول القوية اقتصاديا، ألمانيا بلجيكا فرنسا، إلى يعني نحن نعلم هذا الموضوع وأصبح واضحا. إذن لماذا هذه الدول تخاف وتتعامل بهذه الطريقة ولا تسهل عبورهم وينتهي الموضوع؟ قانونيا غير مسموح، لان لا يمكن لاي دوله ان تكون بلادها عبور للاجئين، فهناك اتفاق دولي على هذا الامر. لا يمكن ان تقول ان تسمح بلغاريا، لو سمحت بلغاريا لرايت الالاف يدخلون الى اوروبا، فهذه هناك قوانين دوليه تمنع العبور بهذه الطريقه. نعم. لذلك الجميع يذهب تهريب. أنا صحيح صحيح سيد أسامة، على ما يبدو أني لم أستطع أن أوصل الفكرة. أنا أعلم أن الموضوع قانونيا غير مسموح، ولذلك اسمها هجرة غير شرعية، لكن أنا أقصد هذه الإجراءات القاسية بحق المهاجرين غير الشرعيين، يعني لماذا ربما يعني لا أحد يستطيع أن يضبط حدوده في العالم. نحن نعلم موضوع الحدود المفتوحة والهجرة الغير شرعية هي يعني ليست فقط في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، هي مشكلة عالمية، لكن لماذا كل هذه الإجراءات القاسية؟ تماما، ربما يكون هناك ضغط على الاتحاد الأوروبي لدفع مزيد من الأموال لهم، هذا أمر. أمر آخر أيضا، إذا كان هناك أكبر مسؤولين على مستوى عالي مرتبطين بشبكات التهريب أيضا يخدمهم هذا الأمر. لذلك الضغط بهذا الأسلوب لا مبرر له حقيقة، إلا هذين بالدين، يعني إما أن مرتبطين مع شبكات التهريب لكي تضخ أموال، أو يصعب ترتفع التسعيرة كما يقول للمهرب، يرفعون التسعيرة له، أو لضخ أموال لدفع مزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي لهم. لأن هناك مراكز إيواء مفتوحة ومدعومة، ولكن أموالها لا تأتي لهذه المراكز، يعني أدنى لا يوجد بها أي مقومات للحياة فيها. نعم. يعني هل لديك يعني صورة تقريبية عن نسبة المهاجرين عبر هذه يعني الحدود الصربية البلغارية الرومانية، نسبة السوريين منهم تقريبا، هل لديك معلومة حول هذا الموضوع؟ الحقيقة حاليا في الشهر الماضي حوالي 600 دخلوا إلى صربيا غير قانوني، لكن بشكل عام لا تستطيع تحديد من عدد السوريين، فالجميع يقول سوري، الأفغاني يقول سوري، العراقي يقول سوري، الباكستاني، كل من هناك حتى اللي من أفريقيا يقول أنه سوري. لذلك لا نستطيع القول كم سوري، لكن نسبة السوريين هي الأكبر في نسبة اللجوء إلى الدول، إلى العالم بشكل عام، وإلى بلغاريا وإلى الدول الأخرى نسبة السوريين هي الأكبر. والحقيقة لا يخلو يوم يعني في بلغاريا أو في دول أوروبا الشرقية إلا وهناك يلقى القبض على مهربين، يلقى القبض حتى على لاجئين، يعني مثل لهم تهريب. المشكلة في عمليات التهريب أنه لم تعد هناك مقتصرة على السوريين أو على العرب في عملية التهريب، فقد دخل على الخط الروس أيضا، والروس ودخلوا أيضا الرومان، وألقي القبض على الكثير منهم يعني، وشاهدتهم بأم عين يعني في بلغاريا يعملون أيضا بشبكات التهريب. الموضوع لن يقتصر فقط على السوريين أو العرب، لكن هناك أصبحت شبكة تهريب دولية وكبرى، ومن الصعب جدا 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 من الصعب أولا نقف عمليات اللجوء، صعب ضغط الحدود، صعب إغلاق المراكز، لن ينفع ولن يقدم شيء، إلا يعني نستغرب حقيقة يريدون محاربة اللجوء أو
دون محاربة أسباب اللجوء. نعم، يعني وهذه هي النقطة الجوهرية، طالما الأسباب موجودة التي تدفع يعني الناس إلى الذهاب في تلك الطرق، طرق الموت ربما والمخاطرة بسبب عدم معالجة الأسباب. سيد أسامة، حضرتك موجود في بلغاريا منذ سنوات طويلة، ويعني شهدت الكثير من موجات اللجوء إلى أوروبا. الآن مع هذه الظروف على الدول، دول العبور الأوروبية، يعني ووجود العصابات التي تقوم بالتهريب، ما هي النصيحة التي توجهها لمن يعني يريد أن يذهب بهذا الطريق ويلجأ إلى أوروبا في ظل هذه الظروف الصعبة؟ الحقيقة أنا قلت أيضا على قناتكم ونشرت كلام، يعني وشهدت حالة موت شخصين، لا ثلاثة ربما. هناك عدة حالات الذين يعني يتوفون في الطريق. هناك من يعطيهم فيتامينات على أساس أنها مقوية، وهناك حالة شاب توفي والفيديو موجود عندي كان، لكن أهلهم منعوا. نعم، وهي حبوب، وهي حبوب مخدرة فأدت إلى وفاته يعني سكتة قلبية فجأة. يعطونا حبوب على أساس مقوية ليستطيع الركض. أيضا هناك من يأخذ يعطوهم ألقاح. أحد المحققين قال لي وجدنا في فم أحد اللاجئين المتوفي شيء أسود في فمه، وبعد أن سألت عرفت أن المهرب أفغاني، أو إذا كان المهرب أفغاني يعطونه ألقاح، يعطونه ألقاح. أضف إلى ذلك، فإذا كان في الشتاء اللاجئ مضطر إلى اللجوء عبر الجبال، فعليه أن يأخذ أدوية معه ولباس احتياطي وماء وجميع الأدوية. وإذا كان في الصيف أيضا عليه أن يأخذ معه كل احتياطاته ويأخذ معه الأدوية. فهي ليست رحلة سهلة، وكما يعتقد كما يقول المهرب كل خطوتين، لا، هذا عليه أن يقطع جبال وغابات. وهناك من مات متجمدا من البرد في الشتاء، وهناك من مات من العطش. لكن لا تصدق المهرب، فالجميع شبكة يستغلون المهربين، يأخذون تليفوناتهم، يضطرون إلى أفعال شنيعة معهم وسرقتهم أيضا، يتركونهم في الغابات. حتى على حدود صربيا أيضا حدثت حوادث قتل على حدود صربيا. الشبكة هناك الشبكة الكبرى يملكون السلاح ولهم خيمة ولهم سيارات وعشرات يعملون معهم. يعني هذه الشبكة صعبة جدا وصعب القضاء عليها. لكن إذا كان مضطر اللاجئ إلى الخروج إلى أوروبا عبر الغابات وعبر الطريق التهريب، عليه أن يأخذ احتياطاته التامة، وإلا سيكون عليه صعب جدا تحمل بالتأكيد أحوال الطبيعة. نعم، لا أحد يسلك هذا الطريق إلا من هو مضطر. شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة بشير، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المعلومات. كنت معنا من بورغاس ببلغاريا. شكرا لك.